السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ركعتين في مسجد قباء تعدل عمرة كاملة، الله أكبر. في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. الله أكبر. الناس اللي عايشة في المدينة المنورة وقد تشرفت بالحياة فيها لمدة عام كامل بفضل الله سبحانه وتعالى، أو الناس اللي بتروح عشان زيارة للمدينة المنورة كف عمرة مثلا ورايح زيارة للمدينة المنورة، لابد أن يغتنم هذه الفرصة. كل لما تتوضأ بيتك وتطلع على مسجد قباء وتصلي ركعتين بفضل الله بيتحسب لك عمرة كاملة بفضل الله سبحانه وتعالى. خدوا بالكم بقى، طبعا الفضل ده لمن قصد بذلك ان يخرج من بيته مباشره على مسجد قباء، لكن هل يحرم من الاجر لو ان انسان مثلا كان معدي من مكان وفجاه وجد مسجد قباء فدخل صلى ركعتين، هل يحرم من الاجر؟ لا طبعا، لكن الاجر الاعلى لمن خرج قاصدا من بيته، تطهر في بيتي، توضأ في بيتي، وخرج قاصدا مسجد قباء ليصلي فيه ركعتين او اي صلاه بفضل الله تكتب له كاجر عمره تامه. أسأل الله عز وجل ألا يحرمني وإياكم من هذا الأجر والثواب العظيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.